يومك سعيد. الآن سنبدأ بتحويل هاي الجيو داتابيس اللي صممناها إلى برنامج ArcGIS. مثل ما قلنا الجيو داتابيس تكون من مجموعة من الداتا سيت. راح نجي، بس قبل أن نبدأ راح تبدأ تواجهنا مجموعة كثيرة من المصطلحات والتفاصيل. بالبداية واجهتنا صور جوية وأنواع، بعدين جينا على مصطلح جيو داتابيس، والجيو داتابيس أيضا بأنواع. بعدين راح يواجهنا شيء اسمه نظام الإحداثيات، نظام الإحداثيات أيضا بها أنواع. زين، فراح نتفق على مبدأ حتى لا نتشوش ولا تصير المعلومات كثيفة. راح نخلي فيديو ملحق بهاي التفاصيل، يعني نخلي فيديو ملخص خاص بأنواع الصور الجوية، نسوي فيديو خاص بأنواع أنظمة الإحداثيات، شنو يعني أنظمة الإحداثيات، ناخذ فيديو أيضا عن نسميها أنواع الجيو داتابيس، شنو أنواعها، شنو مميزات كل وحدة، حتى ليش وقت نختار هذا النوع، شو وقت نختار النوع الثاني. وبعدين نسوي فيديو عن أنواع المساقط، مثل ما قلنا إحداثيات، فيديو كيف نقيس المسافات والحجوم والمساحات. القصد أنه هناك فيديوهات أساسية اللي راح نمشي بها هاي بإعداد المشروع، بداية الرسم وعمليات التحليل، وفيديوهات ملحقة راح تكون مخصصة بعناوين لما تواجهك مشكلة تقدر ترجع لها. لما راح نحكي عن أنظمة إحداثيات راح نشير إلى إشارة سريعة، لكن التفصيل تقدر ترجع له في الفيديوهات الملحقة. خوش، أول شيء إحنا قلنا، إذا تذكر قلنا أكو شيء اسمه جيو داتابيس، والجيو داتابيس قلنا هي عبارة عن معاد. فبما أنه إحنا سوينا المشروع مالنا اللي هو هذا اللي هو خزناه بالدي، راح نبدأ حتى نسوي الجيو داتابيس الجديدة ندوس عليه كليك يمين ونختار نيو. زين، ومثل ما نشوف تطلع لنا قائمة بإمكاننا نسوي أكثر من شغلة. زين، بإمكاننا فولدر فايل جيو داتابيس، بيرسونال داتابيس كونكشن، وهكذا. وبإمكاننا أنه نشتغل بدون جيو داتابيس أصلا ونسوي شيب فايل. فأنا راح أسوي شيب فايل حتى بس تشوف الفرق. زين، وراح أسميه المحلبية. أو قرى، عفوا، نستخدم أندرسكور لأن البرنامج ما يقبل خلي فراغات. قرى المحلبية. زين، دائما راح نحتاج نحدد النوع، هل هو بوينت، لاين، بوليجون، شنو النهاية. بعدين راح نجي بتفصيلها، بس احنا خلينا نمشي بالخطوات شوي شوية. ويريد مني نظام الإحداثيات، راح نقول له نحدد نظام الإحداثيات أيضا. هاي خليك منها هسه ورا، بس أنا حتى أشوف الفرق بين الشيب فايل. أوكي، هذا صار عندنا الشيب فايل بدون جيو داتابيس. انتهى الكلام. خوش، خلينا نرجع على موضوعنا ونسوي جيو داتابيس حتى بعدين نقارن ونشوف شنو الفرق. قلنا نضغط على نيو ونختار اما فايل جيو داتابيس او بيرسونال جيو داتابيس او الداتابيس كونكشن، انه احنا نربط معاه داتابيس خارجيه. فاحنا اللي يهمنا انه اما نسوي فايل جيو داتابيس او بيرسونال. في الوقت الحالي دائما حاول تستخدم الفايل جيو داتابيس. بصوره رئيسيه الفرق بين الاول والثاني انه الفايل جيو داتابيس حجمها كلش كبير، البيرسونال ما تتجاوز 2 جيجا، ما مسموح لك يعني حجمها الماكسيموم 2 جيجا، فانت ما تقدر تخزن بها صوره جويه، خصوصا اذا كانت صوره جويه 4 جيجا او 5 جيجا. فاذا استخدم الفايل جيو داتابيس هي النوع الافضل، ونقول ندوس عليها. راح يقول لنا شو تسميها، راح نسميها خارطه نفس الاسم اساس ناحيه المحلبيه. اوكي، زين، قبل كل شيء احنا حتى اي عمليه خزن او تصدير او استيراد تنخزن بنفس هاي الجيو داتابيس، ندوس عليها كليك يمين. زين، ونقول له ميك ديفولت جيو داتابيس، يعني سوي لنا هذا الجيو داتابيس هي الديفولت مالتنا، بحيث اي شيء لما نريد نسوي اكسبورت من هاي الليرات اللي هنا حتى نخزنها داخل الجيو داتابيس. يعني مثل ما قلنا احنا هذا برنامج وهذا برنامج، اوكي، هذا ماب، من نريد نصدق من الماب حتى نخزن فلازم نحتاج موقع خزن. فمن نسويها الديفولت مباشرة هو راح يحدد مكان الخزن داخل هاي الجيو داتابيس. الآن دبل كليك نضغط عليها، هي فارغة. ليه؟ لأن هي عبارة عن وعاء. نبدأ بالخطوة الثانية مثل ما قلنا اللي هي ايش؟ نبدأ نسوي هاي الداتا سيت. الداتا سيت هو شنو؟ أيضا قلنا هي مجرد وعاء أصغر لكن مستخدم للتنظيم. أوكي؟ نرجع إلى الأكمل. زين، نسوي كليك يمين ونضغط على نيو. الآن مثل ما نشوف راح تبدا بعض الخيارات تختفي من عندنا. راح خيار جيو داتابيس، اذا انت ما ممكن تسوي جيو داتابيس داخل الجيو داتابيس،
لكن ممكن تسوي اي شيء يخص الفيكتور، شوف هو عازل لك اياها بخط عن الراستر. بامكانك انه تسوي راستر داتا سيت او تسوي فيتشر داتا سيت، او بامكانك انه تشتغل بدون داتا سيت فيتشر كلاس مثل ما شفنا بالباوربوينت السابق. لكن قلنا شنو المشكله وين؟ المشكله عفوا انه لما تشتغل بدون داتا سيت يصير لك هذا النظام المخربط اللي انت او الغير نظامي ما تقدر تعرف كله ينتمي الى اي داتا سيت، بينما هذا النظام المرتب كل لاير ينتمي الى الداتا سيت الخاص به فيتصل بسهوله. نروح نرجع نسوي داتا سيت مثل ما قلنا، كليك يمين على الجيو داتا بيس ونروح الى نيو. زين، ولا تدوخ بهذه التفاصيل، هاي كل وحده راح نجيها بوقتها المناسب حتى لا تتخزن عندك معلومات كثيره. نجي فيتشر داتا سيت ونقول نيو، يطلب منا الاسم. فاحنا اول شيء نحتاجه دائما لما نرسم خارطه اساس لناحيه، الناحيه هي قلنا تشمل حضر وريف فتشمل قرى وتشمل مدن، فاول شيء نسميه فيليجز اللي هي القرى. زين، نيكست راح يطلب عندنا نظام احداثيات. احنا بالفتره الحاليه عندنا حتى لا تدوخ نظامين الاحداثيات، نظام جغرافي اللي هو اللي جغرافي يعني شنو؟ يعني يستخدم خطوط الطول والعرض. اكيد سمعت في اكو 43 37 خطوط الطول وخطوط العرض. لما تسمع خطوط الطول والعرض معناته احنا عم نستخدم انظمه جغرافيه، اوكي؟ وهاي هي اللي تقسم الكره الارضيه الى 360، 180 خط شرق خط جرينتش و180 خط غرب خط جرينتش، بالاضافه لتقسم الكره الارضيه من الشمال الى الجنوب الى دوائر او دوائر عرض. هاي الدوائر العرض 90 منها شمال خط الاستواء و90 منها جنوب خط الاستواء. تقدر ترجع للتفصيل في الفيديو الخاص بالكوردينيت سيستم. زين، او ان النظام الثاني اللي هو البروجكتد كوردينيت سيستم، يعني شنو؟ يعني يو تي ام. من نقول يو تي ام معناتها نظام يستخدم الاكس واي، معناتها هو النظام المتري. زين، هذا يقسم الكره الارضيه الى نطاقات. زين، ايضا نطاقات شمال الكره الارضيه، نطاقات جنوب الكره الارضيه، وكل نطاق له رقم، هذا الرقم نسميه زون. مثلا مدينه الموصل تقع في زون 38. زين، مدينه سنجار تقع في زون 37، وهكذا. ايضا ممكن ترجع لها في الفيديو للتفصيل. القصد انه احنا ما دام نشتغل داتا سيت فلازم نعطيها احداثيه حتى بعدين من نبدا نهيئ ننشئ الملفات الرسوميه ما نحتاج نعطيها احداثيه، لان كل ما داخل هذا الداتا سيت راح يتبع نفس نظام الاحداثيات. زين، او بامكانك انه تاخذه من اللاير اللي موجود هنا عندنا. زين، فانت اما تاخذه من ال WGS او الـ من ال UTM، هاي بعد انت كيفك. زين، فاحنا اول لاير راح ناخذه باستخدام الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، وهاي تتبع منطقة اللي انت ساكن بها، كل منطقة تعريفها شكل، فهذا راح نستخدم الجغرافي وبعدين بالله نستخدم الـ UTM حتى نتعلم شلون. احنا بالنسبة للجغرافي ندوس على الزائد، احنا وين نروح؟ افريقيا، هاي انواع المساقط. زين، او المناطق، نروح الى الوورلد، بعدين نروح الى WGS 1984، هذا بالنسبة لمدينة الموصل. بالنسبة للعراق انت بالنسبة لك تتبع حسب اي مسقط انت تستخدم، هذا الشيء يعود لك انت او حسب المنطقة اللي معتادين تستخدمها. زين، راح نقول له نيكست. زين، راح يطلب منا مسقط للكوردينيت للفيرتيكال، ما راح نستخدمه لان احنا عم نستخدم صور ثنائية الابعاد. نيكست، هاي الدقة اللي راح يستخدمها، او تخليها مثل ما هي الى الا اذا وصلت مراحل متقدمة تريد تغير بيها، هذا الشيء كيفك، لكن خلينا احنا في هاي الامور البسيطه. اذا هسه سوينا فيليجز، هذا اي شيء راح يكون داخله راح يكون نظامه جغرافي. ايضا دبل كليك ما يفتح، ليش؟ لان احنا ما سوينا ملف رسومي، هاي مجرد داتا سيت. زين، كليك يمين مره ثانيه، نضغط نيو، ونجي وين؟ على فيتشر داتا سيت. ايضا نختار داتا سيت جديد، احنا بعد ما نرسم المدن والقرى والفيليجز نحتاج انه نسوي حدود، فنسوي شيء اسمه باوندريز. اوكي، هذا الفولدر راح يضم الداتا سيت، يضم الحدود، حدود القرى، حدود المدن، حدود النواحي، حدود القضاء، حدود المحافظه، حدود البلد، حدود اي شيء يضم حدود راح ندخله ضمن هذا
الداتا سيت. نيكست. ايضا راح يطلب من عندنا نظام احداثيات. زين هذا النظام الاحداثيات راح نغلي اجراء. طبعا انت من الصحيح انه انت كل النظام مالتك الجيو داتا بيس مالك كلها كل داتا سيت بنفس نظام الاحداثيات حتى بس عندك مشاكل بالاسقاط او مشاكل بالبيانات. لكن احنا للتعليل عن نستخدم الطريقه الثانيه او النظام الثاني حتى يساعدنا مشاكل. النظام الثاني راح نستخدم بالبروجكتد كوردينيت سيستم اللي هو اليو تي ام. بعدين استخدمنا البروجكتد ندوس على الزائد نجي ننزل الى نختار يو تي ام. زين بعد يو تي ام نروح باتجاه دبليو جي اس 84. زين بعد دبليو جي اس 84 اختارنا المسقط. احنا الشمال كره الارضيه ام جنوب نختار حسب انت مدينتك. انا اختار نورثرن هيمسفير. بعدين اختار يا زون انت هناك خارطه ملحقه ممكنك تعرف كل مدينه تتبع كل بلد شكل كل مدينه شكل. فانا اعرف انه مدينه الموصل ضمن زون او هاي المنطقه اللي انا قاعد اشتغل عليها المحلبيه ضمن زون 32. بعض المناطق عندنا 37 بالعراق اكو 36 35 32 لكن الزون ما نحن زون 32. اقول له نيكست نيكست فينيش. اصبح عندي داتا سيت ثاني وهكذا راح استمر في باقي الداتا سيت. راح اعيد الداتا ما راح اعيده حاليا حتى لا يطول الفيديو لكن تقدر توقف الفيديو وتعيد حتى تكمل باقي الداتا سيت معانا. في الفيديو الثاني الجاي راح نبدا ننشئ الفيتشر كلاس وندخل بتفصيل شوي اعمق. تحياتي.